بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين حاجات ظريفه جدا وسهله ان شاء الله تجربوها وتبقى ظريفه. اول حاجه معايا هعمل لكم فطاير الجلاش بالبطاطس. حلوه جدا، جلاش وبطاطس سهله جدا وحلوه ولذيذه. وهنعمل كمان دبابيس الفراخ المشويه بطريقه تتبيله شوي حلوه جدا مختلفه برضو. يعني احنا بنحب دايما الحاجات المشويه ناكلها كتير، فكل مره كده ايه نجرب تتبيله مختلفه بطعم مختلف تبقى خطيره. واخر وصفه معايا هتكون فطاير تفاح بالقرفه. يعني احنا ممكن نقول عليها فطاير، ممكن نقول عليها كوكيز، يعني كوكيز التفاح بالقرفه ممكن يتقال عليها كده يتقال عليها كده، برضو سهله جدا والعجينه بتاعتها بسيطه وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نخش في اول حاجه على طول، هي جلاش البطاطس، عشان عايزه اقول لكم المقادير والحركات بتاعتها كلها لانها هتاخد مننا شويه كده وقت، يعني علشان افردها وادهن والكلام ده كله عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. بصوا يا شباب المقادير، لفه جلاش تمام، معايا تقريبا كيلو من البطاطس المسلوقه المهروسه، اوكي، ملح وفلفل، معايا كوبايتين كبار من اللبن، ومعايا زيت، بيضه مضروبه عشان الوش، وشويه سمسم برضو علشان الوش، وبس خلاص. شفتوا سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. عايزين بس نبتدي، عايزه بس الاول اتاكد عندي هنا تمام. اول حاجه هعمل خليط البطاطس بالملح والفلفل واللبن. يعني هنعمل ايه؟ انا معايا كميه من البطاطس اهو، هوريكم الفكره وانتوا تعملوا بقى المقدار اللي انتوا عايزينه، تعملوا مقدار قليل مقدار كبير براحتكم. انا هجيب وليكن هذه البوله مثلا الحلوه دي اهو، هحط شويه كده من البطاطس كده اهو مسلوقه ومهروسه تمام كده اهو، هحط لها بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل تمام. خلاص ممكن نسيب المعلقه دي وايه نعجن البطاطس كده بالملح والفلفل. ومعايا بقى لبن، هحط تقريبا كوبايتين من اللبن على كيلو البطاطس. انا عايزاها تبقى، هوريكم دلوقتي الشكل، اللبن يخليها ايه طريه خالص وناعمه، لان هي دي هحشي بيها طبقات الجلاش بالطريقه اللي انا هعملها دلوقتي وهتشوفوها ان شاء الله. كده هجيب بقى اللبن احط وايه واقلب كده واعجن لغايه لما اوريكم المنظر اللي انا عايزاه في البطاطس مع اللبن. انت ممكن تبقي تحطي ملح وفلفل بعد ما تظبطيها باللبن، علشان ايه يعني، لان طبعا احنا حطينا لها ملح وفلفل وهنزود لها لبن، هتبقى دلعه شويه، تبقى محتاجه شويه ملح وفلفل كمان. بصي اللبن هيخليها ايه تبقى مهروسه كده قوي، فانا مش عايزاها كده ايه متكتله كده، انا عايزاها ناعمه، فهزود لبن كمان. تقدري تزودي لبن كده ايه وتعجني لغايه لما تلاقيها طريه قوي، مش متكتله كده، مش كتله كبيره من البطاطس، فاهمين قصدي؟ برضو ايه محتاجه شويه لبن زي ما انا قلت لكم، لو هتعملي كيلو من البطاطس هتحتاج كوبايتين كبار من اللبن، وتحطيهم وتقعدي تقلبي كده. بصي شكلها اختلف ازاي البطاطس. ما تستكتريش كوبايتين اللبن، احنا يعني لما بتقعدي كده تدعكيهم في بعض البطاطس بتشربهم اساسا كده اهو. انا هزود شويه ملح وفلفل بقى، هو ده كده المنظر اللي انا عايزاه للبطاطس. بصوا كده عشان اعرف افردها رقات الجلاش، انا هزود شويه ملح وفلفل كمان عشان احنا حطينا لبن عشان بس طعمها يطلع مظبوط كده اهو. بس تمام، نشيل اللبن ده هنا كده. نعمل بقى الجلاش. بصوا بقى انا هعمل ايه، برضو عايزه اشيل ده ورا مش محتاجاه دلوقتي. ايه الجلاش الخطير؟ طبعا هاتي بقى جلاش نوع كويس كده علشان ايه ما يقرفكيش يعني وانت عماله تلفيه بقى وبتاع. حياتي كده نوع كويس
وعايزه بقى اعمل ايه قبل ما افرد الجلاش. معايا الاسترتش بس انا عايزه انضف القرمه دي من عليها كده حته لبن صغيره، اشيل اللبن ده برده كده. معايا الرول الاسترتش عايزه كده ايه افرده. انت بقى تفرديه على الكاونتر عندك، انا هفرده هنا كده على القرمه عشان اوريكم الحكايه تبقى عامله ازاي. هفرده هنا كده، حتى هخليه تحت القرمه كده عشان يبقى ثابت كده تمام، وهقصه بالمقص بالشكل ده. كده معايا ايه الاسترتش اتفرد، وهجيب الجلاش كده اهو، وهاخد بقى مثلا اهو هفتحهم كده تمام. الجلاش ده مكسر يا شباب، نشوف كده اللي تحت ده يمكن يكون مش مكسر، هشوف اهو. اه ماشي يا نهى، يا ريت. انا بقى ايه هجيب واحده كده، او ممكن نخليهم اتنين لان ده راق رفيع شويه، هحط الاتنين كده شايفين كده تمام، كاميرا معايا. وتحتيها الاسترتش، هجيب بقى معايا زيت هلا علشان انا عايزه ادهن طبقه زيت من فوق. انا ايه هعمل كده بالزيت بهذا الشكل الظريف تمام، وبعدين هجيب طبقة تانية من الجلاش واحطها فوق. انا حطيت اول راق طبقتين، تاني راق ده بعد ما دهنا ممكن تحطي طبقة واحدة او اتنين برضو براحتك كده. وهدهن برضو تاني بالزيت، زيت هلا برضو بهذا الشكل الظريف تمام. معايا بقى البطاطس الحلوة دي، بصوا هقوم بقى ايه واخداها وفردة منها كده ايه على الجلاش حتت كده بالشكل ده كده اهو. هنا كمان هعمل الحشوة بتاعت البطاطس دي مرتين، دي اول مرة اهو كده، احاول يعني ايه اوزعها بهذا الشكل. اكله سهله جدا يا جماعه وجميله، هتشوفوا شكلها في الاخر لطيفه قوي كده اهو تمام. نفرد كده، وبعد كده ايه هجيب راق كمان من الجلاش كده واقوم حطاها عليها من فوق كده اهو، واضغط بايديا علشان تمام يا استاذ احمد تمام. ومعايا زيت برضو كده اهو راق، وهحط راق كمان هنا اهو فوقيه بهذا الشكل الظريف، وبرضو هدهن تاني بزيت هلا معانا اهو كده اهو تمام. وهحط كمان بطاطس، دي بقى هي يعني انا عملت البطاطس رقين بس، عايزه انت تعملي اكتر من كده اوكي، بس هو رقين يعني افضل حاجه يعني هو ده الصح يعني. لحقت البطاطس، بصوا البطاطس لزجه خالص كده وناعمه، هو ده المطلوب. وزعي بقى كده كده بهذا الشكل الظريف تمام كده اهو، زي بقى كده هاتي على الاطراف من البطاطس الحلوه دي كده 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 كده، هاتي اي حته متكتل فيها البطاطس وزعيها كده اهو بس. وهاخد راق كمان من الجلاش واحطه عليها كده برضو من فوق
تمام، وايه وادوس عشان برضو البطاطس ايه تتوزع كده ايه وتتفرد من تحت. انا هنا ايه معايا جلاش برضو، هنا الجلاش ده ظريف اهو، علشان هدهن دهنه كمان كده اهو بزيت هلا. واخر طبقه بقى اتقطع مني برضو ده. ماشي يا جماعه، ماشي يا جماعه، متشكره قوي. انا عماله اقول للناس هاتوا نوع كويس عشان ما يفكش منكم. وانا النوع اللي معايا عمال يفك مني اهو. خلاص اهو اهو كده اهو تمام. دي بقى اخر واحده هعمل ايه، هدهنها برضو زيت. خلاص حفظته بقى، حفظته انتوا صح، زيت. زيت هلا. اي ونعمل ايه بقى بعد ما عملنا الكلام ده كله؟ هاجي بقى ايه بالستريتش زي ما انتوا شايفين، هايه هلف الكلام ده كله كده. انا عايزه الفها على القصير، يعني خلي بالكوا ده القصير وده الطويل، فانا عايزه الفها على القصير. تمام، هقوم لفها بقى كده يا جماعه، اللفه دي بهذا الشكل. تمام، وهجيبها بقى هنا كده وبالستريتش هبرمها كويس قوي، برمه محترمه كده. تعالى يا ستريتش. والمفروض ندخلها التلاجة نص ساعة مثلا، ده المفروض. طبعا انا ما عنديش وقت، انا لفيتها اللفة دي كده بالشكل ده. لما انت بقى تدخليها التلاجة كل الحاجات هتمسك في بعض وهتلزق في بعض وهتبقى ظريفة جدا. لكن بما ان انا ما عنديش وقت انا وريتكم، هقوم بعد كده فكة بقى ايه الستريتش بعد ما بتطلع من التلاجة كده اهو مثلا، وهقطعها واحطها في صينيه. انا هوريكم كاني دي بالظبط كده طلعتها من الثلاجه، وان شاء الله ان شاء الله ما تفكش عشان اوريكم. وعايزه بقى ايه اشيل الجلاش ده في وصفه اخرى، هنشوف له وصفه وهو مكسر كده هنتصرف. عايزه اجيب بقى ايه الصينيه دي كده هنا اهو، ومعايا السكينه. هعمل ايه؟ هقطع. انا عايزه اجيب سكينه حاميه اكتر من دي شويه. ايوه، هقطع الرولات دي بالشكل ده كده طبعا، وهي ساقعه بقى وفي الثلاجه هتبقى افضل بكتير كده اهو بهذا الشكل. وهاخد كل واحده منهم وافردها، اوريكم برضو دلوقتي قبل ما نطلع الفاصل علشان الحق ادخلها الفرن. هاخدها كده واحطها هنا كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين، وهبططها كده. وهاخد دي كمان، متقطعتش كويس، نقطعها كويس. بس بصوا هي ايه برضو طريه ازاي، لانها محتاجه ايه تدخل شويه الثلاجه، فانتوا بقوا اعملوا الخطوه دي مهمه. طيب ماشي، خلاص الفاصل دلوقتي. خلاص بصوا انا هفضل اقطعها كده وارصها في الصينيه لغايه لما نروح فاصل، وسوف اعود. خليكم معانا. دلوقتي ايه طبعا الفصل اللي فات انا كنت بقطع الرول الجلاش بالبطاطس، فدخلت شويه في الفرن بسرعه عشان الحقوا يتعملوا، وخليت لكم حبه كده ايه عشان اوريكم انا هدهنهم ازاي. انا بيضه ضربتها عليها ملح وفلفل وهدهن بيها الوش كده بعد ما قطعت البطاطس بالجلاش رول زي ما شفتوا قبل الفاصل. انا ايه هدهنها كده وهرش عليها من فوق رشه كده من السمسم، وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لغاية بس ما الجلاش ايه يلون كده ويستوي يبقى شكله ظريف. نرش كده ايه شوية سمسم كده من فوق بس كده، هيبقى بقى ايه هيخلي الجلاش بالبطاطس شكلها وطعمها حلو جدا. هدخل دول في الفرن برضو، ممكن الكاميرا تيجي معايا نبص اللي احنا حاطينها علشان تشوفوا شكلها برضو
بصوا معانا يا شباب اهو شكلها عامل ازاي لغايه لما الجلاش كده يلون وياخد لون لطيف. انا هستنى عليها كمان شويه كده وهنطلعها على طول نغرفها مع بعض. ودلوقتي بقى حان وقت دبابيس الدجاج المشويه بتتبيله برضو ظريفه جدا وسهله. هقول لكم المقادير. بصوا معايا كيلو من دبابيس الفراخ، الكيلو تقريبا بيقعد بيعمل له مثلا 9 دبابيس 10 دبابيس حسب حجم الدبوس يعني. ومعايا كمان معلقه كبيره من الكاتشب وربع كوبايه زيت، 3 معالق كبار من الخل، ومعلقه كبيره توابل ايطاليه. انت بتروحي للعطار بتقولي له انا عايزه توابل ايطاليه، في كده ايه مجموعه من التوابل اسمها توابل ايطاليه بتجيبيها، دي لطيفه جدا في المشاوي عامه وهتبقى حلوه قوي وتغيير شويه في طعم الشوي مع الفراخ. وكمان معلقه كبيره من الثوم البودره وملح وفلفل، رشه خفيفه من الشطه وطبعا اختياري. معايا كمان زعتر، زعتر ناشف او زعتر فريش اللي عندك يعني زي ما تحبي، معلقه كبيره. وكمان معايا بصل باودر معلقه صغيره، ومعلقه صغيره من البابريكا، وكمان شويه من الروزماري وبس خلاص. يعني سهله جدا ان شاء الله تعجبكم. انا عايزه احضر التتبيله الاول في بوله وبعدين احط فيها الدبابيس، فهنحط كل الحاجات على بعض. نحطها هنا كده في بوله وهنخلطهم كلهم، وهنحط لهم الملح والفلفل وده الخل والزعتر والروزماري والتوابل الإيطالية. ريحتها يا جماعة يعني لا إيطالية فعلا بصراحة يعني ريحتها جميلة وتتبيلتها حلوة في الفراخ. هنحط الثوم البودرة والبصل البودرة، وهحط كمان الملح والفلفل والزيت. ملح، حط ملح كمان وفلفل، وبقى كمان تقريبا ربع كوباية من الزيت كده اهو. تتبيله لطيفه جدا وحلوه قوي. طبعا تقدري تتبلي بيها فرخه كامله او راك، بس دبابيس بقى دبابيس فراخ زي اللي انا هعملها دلوقتي يعني زي ما انت عايزه اهو. شيل بس الحاجات دي الاول كده هناك في الركن البعيد الهادي هناك كده اهو. عايزه اجيب جنبي صينيه وهعمل ايه بقى بعد ما خلاص كل الحاجات اختلطت ببعضها؟ هحط الدبابيس. عايزه بقى ايه يعني الدبابيس تشرطيهم كده بسكينه مثلا ولا حاجه، ممكن تعملي كده. وزيها زي اي تتبيله في الدنيا يفضل طبعا انها تبات شويه في التلاجة، او على الاقل كده تقعد لها ساعه مثلا عشان بس الطعم يمسك في الفرخه يعني ايه في الفراخ تحسي بطعم التتبيله. فاحنا هنحطهم هنا كده علشان ايه يتبلوا مع بعض كويس وياخدوا ايه النكهه اللي انا عايزاها كلها كده اهو. حطينا بصل بودره، حطينا توم بودره، حطينا بابريكا، حطينا زيت، حطينا زعتر وروزماري، وحطينا كمان خل وكاتشب، وكمان طبعا ملح وفلفل كده اهو. انت بقى تغطيها وتسيبيها في التلاجة كده حبة حلوين علشان ايه التتبيلة تتوغل. وبعد كده بقى ايه هنرصها في صينية فرن كده علشان ادخلها الفرن ايه تتشوي كده. ريحة التوابل اصلا حلوة جدا. درجة حرارة 200، الفراخ هتاخد لها تقريبا في حدود 40 دقيقة 45 دقيقة هنلاقيها بقى لونت كده واستوت. وتقدري طبعا تختبريها وتتأكدي ان الفراخ استوت وبقت ظريفة. عايزة بس اشيل الحاجات دي وادخل الدبابيس الفرن كده.
ريحتها حلوه جدا. دخلها الفرن. الجلاش فاضل ايه يعني، فاضل شويه صغيرين جدا ونبتدي نطلعه عشان ما يلونش زياده عن اللزوم. وتعالوا بقى ايه ندخل في الوصفه اللي بعد كده عشان برضو نلحق نعملها. لم بس اشيائي علشان نفضي مكان. وندي بس الكاونتر كده ايه مسحه خفيفه. هنعمل بقى زي ما قلت لكم فطيره التفاح او مخبوزات التفاح، وممكن كمان تسميها كوكيز مثلا، كوكيز التفاح بالقرفه. عجينتها لطيفه جدا وسهله، اقولها لكم حالا. بصوا يا شباب، معايا كوبايه وربع من الدقيق، تمام؟ الدقيق قابل للزياده، لان واحنا بنعجن هنشوف هل هنحتاج دقيق تاني ولا لا، ده هيبان واحنا بنعجن، هقول لكم ايه الحكايه. فانا معايا كوبايه وربع من الدقيق قابله للزياده عند الاحتياج، ومعلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، اربع معالق كبار من الزبده الساقعه، يعني زبده كده بتقطعيها مكعبات صغيره وتعايري بيها اربع معالق كبار، تمام. ربع كوبايه ميه ساقعه، ممكن برضو نحتاج اكتر من ربع كوبايه حسب ما نشوف العجينه هتلم معانا وهتبقى ظروفها ايه. ومعايا كمان ربع كوبايه زبده تاني، وبياض بيضه واحده بس، وتفاح، معلقه قرفه، ومعلقتين كبار من السكر، وكمان معلقتين كبار من الدقيق، وربع كوبايه زبده سايحه علشان نشوح بيها يعني التفاح وبس. خلاص سهله خالص، ان شاء الله هتعجبكم. هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. هنعمل العجينه، لان العجينه يعني محتاجه ان انتوا تشوفوها طبعا معايا. وبعدين هي المفروض برضو بترتاح زي اي عجينه في الدنيا، لازم نسيبها شويه كده ويفضل في الثلاجه ان امكن. عايزه ابص على الجلاش عشان انا ايه قلقت. يا سلام يا سلام، مذيع خطير. بس كده، ده صوت الفراخ يا نهى، ده صوت الفراخ. ايوه. العجينه، هجيب الدقيق، هنحط الدقيق هنا كده، هنحط عليه رشه ملح، ونضيع الملح كده فيه. ومعايا بقى الزبده، نحط الزبده. انتوا جبتوا لي مقدار الزبده التاني يا شباب؟ مش قلتي لي يا نهى هجيبهولك؟ هفتفت بقى الزبده في الدقيق، فاهمين قصدي؟ هفتفت كميه قد ايه على الكوبايه وربع؟ هفتفت ربع كوبايه وعليهم كمان اربع معالق كبار. فاللي انا حطيتهم دلوقتي دولت ربع كوبايه، وانا مستنيه اربع معالق كبار من الزبده عليهم كمان، وتكون ساقعه، تمام. وهفتفت كده ايه الدقيق مع الزبده. هما اللي عندي دول تقريبا ممكن يكونوا ايه، يعني ممكن يكونوا معلقتين، ممكن نحطهم برضو لغايه لما بقيه الزبده تيجي كده اهو. هي ايه، نفتفت الزبده مع الدقيق، دي خطوه مهمه جدا، والزبده تكون ساقعه، فاهمين قصدي كده اهو. هذا الشكل الظريف كده اهو. انا حطيت ربع كوبايه زبده ساقعه ومعلقتين كبار، وهحط كمان عليهم معلقتين كبار حالا. الزبده هتجيلي فورا، تعالي يا زبده لو سمحتي كده اهو. وصلت الزبده، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. والله يا زبده يعني انا مش عارفه كنت هعمل ايه من غير الزبده. هنحط بقى الباقي كده ونفتفت. لو عايزه تحطيه في في الكبه هيبقى ظريف برضو على طول. الكبه هتخلي الدقيق والزبده ايه يدخلوا كده ايه مع بعض بطريقه اسهل، لو مش عايزه تعمليها بصوابعك كده يعني، تمام كده اهو. ولما بتبقى ساقعه يا جماعه صدقوني صدقوني بتفرق، يعني ايه
يا اما تستخدمي زبده عادي خالص بدرجه حراره الغرفه، بس بعد ما تعجني العجينه ضروري بقى تحطيها في التلاجة شويه كده. بصي اقعدي بقى قرصيها كده، خلي الزبده مع الدقيق كده اهو بهذا الشكل الظريف كده اهو. وهنعمل ايه بقى بعد كده؟ هقوم حاطه لها الميه عندي بقى ميه. اين الميه يا شباب؟ الميه ماشي، هحط من الميه هنا معايا. ميه طبعا تكون ساقعه، الكاتل هنا الميه فيها الحمد لله ساقعه، مش سخنه ولا حاجه، يعني بدرجه حراره الجو يعني. وايه، وهلم العجينه عادي خالص. بصوا هتلاقوها اتلمت معايا على طول، عجينه بسيطه خالص مفيهاش اي حاجه. بس كده هي دي كده العجينه اللي انا هستخدمها وهشكلها معاكم وهحشيها التفاح. هقول لكم بقى انا هعمل ايه في التفاح دلوقتي. بصوا العجينه ظريفه جدا، المفروض ان احنا بقى بنلفها في ستريتش ونحطها شويه في الثلاجه تمسك كده وتتماسك، والزبده ايه تمسك فيها، ده هيفرق جدا جدا في نجاحها واحنا بنحطها في الفرن بقى ونعمل لها ايه، نحطها بقى حشوه التفاح الخطيره بتفرق جدا. انا هحط العجينه هنا كده وعايزه ايه نعمل الحشوه بتاعه التفاح. انا هجيب بوله هنا ومعايا التفاح، تفاح عادي متقشر ومتقطع مكعبات، حطينا عليه كده ايه معلقه كبيره من عصير الليمون عشان بس ما يسودش. اوكي، بس انتوا طبعا ايه مش هتحتاجوا تحطوا عليه ليمون ولا حاجه، انتوا هتعملوا الموضوع على طول في ساعتها كده اهو. هقوم حاطه بقى ايه التفاح، وعلشان اي ميه فيه ما تضايقنيش هقوم حاطه له معلقه كبيره من الدقيق. تمام، وكمان هحط القرفه، وكمان هحط السكر. تمام كده اهو، معلقه الدقيق اللي انا حطيتها دي عشان تمتص اي سوائل زياده من التفاح. تمام، وعلى النار هحط مكعبين كده من الزبده وهشوح فيها التفاح ده لغايه لما يتكرمل وياخد لون حلو علشان نعرف نحشي بيه الكوكيز بالتفاح والقرفه. وعندنا فاصل وبسرعه جدا، وسوف اعود، خليكم معانا عقبال ما اشوح بس التفاح. انا جيت التفاح بقى ايه هنسيبه يتكرمل مع الزبده ويلون كده ويطرى شويه، وانا اوريدي محضره حبه هنا لان المفروض يكون هادي ما يبقاش سخن قوي واحنا بنحطه جوه العجينه. هنعمل ايه بقى؟ بصوا انا معايا قطاعه كده مدوره، وهجيب العجينه دي اهو وهنفردها كده. طبعا زي ما قلت لكم انتوا ايه الافضل ان انتوا تدخلوها التلاجة شويه علشان ايه ما تغلبكوش وتبقى ايه الزبده فيها متماسكه كده، وده هيفرق جدا في نجاح ايه العجينه. فانا هوريكم الفكره، وانا اوريدي محضره الكوكيز اللطيفه بتاعه القرفه بالتفاح كده اهو. معايا القطاعه مدوره اهي هنا كده، هقوم قطعه من العجينه شكل دايره كده اهو، بقت دي كده ايه جاهزه عندي. هعمل واحده كمان مثلا كده اهو بهذا الشكل الظريف، ومعايا بقى التفاح اللي اتكرمل بالزبده هقوم حاطه هنا كده في النص شويه حلوين كده مثلا. وبالعجينه بقى دي هنعمل ايه؟ قدامنا حاجه من الاثنين، يا اما هنشكلها شكل مربعات كده، هوريكم الشكل دلوقتي. ماشي، انا ما عنديش جلوفز خالص يا شباب. ماشي، مفيش جلوفزات خالص. اوكي، هنقطع بقى كده هقطع بقى كده ايه مثلا من العجينه كده،
اتنين شباب كده مثلا، ادي واحدة وواحدة كمان رفيعة برضو مثلا كده اهو، وواحدة كمان. انا ايه هقول لكم الفكرة ايه بالظبط في السريع كده علشان اقدم اللي انا عاملاها. انا بقطعهم رفيعين كده ايه واحطهم جنب بعض هنا كده بهذا الشكل مثلا كده اهو. كده اهو واقفل مثلا ايه عليهم لسه يا نهى هتشوفي انبهارات يا نهى. ماشي يا نهى، ماشي يا نهى كده. وانا بعمل بسرعه جدا يا جماعه وبطريقه عشوائيه يعني بشكل بوهيمي غامض، انتوا ان شاء الله تعملوها احلى مني بكتير عشان الوقت، بس انا مش عارفه فين معاكم كده اهو. بتقعدي تعملي ايه العجين ده كده مثلا طويل كده ومرصوص كده بالشكل ده عشان يسهل عليكي ان انت بنفس القطاعه اللي احنا قطعنا بيها الكوكيز الحلوه دي هنا كده هتقومي ايه، يا ريت الكاميرا تيجي معايا هنا لو سمحتوا، القطاعه هتقوم عامله ايه، مقطع الجزء اللي انا عملته شبك ده كده اهو بهذا الشكل الظريف، واقطع واحده كمان كده اهو، وايه واخدها كده زي ما هي متشبكة في بعضها وجاهزة متجهزة كده اهو، واقوم حطاها فوق وتبت عليها بالشكل ده. يا ريت الكاميرا تكون معايا من فضلكم يا استاذ احمد. يلا اهو هشيلها اللي انا قطعتها دي، قطعتها بالقطاعة كده، هروح بيها هنا على الكوكيز وهقوم دايسة عليها من فوق، بقت كده ايه الكوكيز شكلها هايل جدا، وهدهنها ببياض بيضة مثلا او حاجة وهدخلها الفرن، هتاخد لها تقريبا 10 دقايق ولا حاجة هنلاقي الكوكيز استوت وبقت تجنن وشكلها حلو. هوريكم اللي انا عاملاها علشان نقدمها بقى على طول، وعايزة اطلع الجلاش وكمان دبابيس الفراخ نقدمها بقى، وايه علشان محدش يقول لي الوقت اهو حالا بالا كده اهو. هنا نرجع بقى ايه العجينة دي في التلاجة برضو، ايه قد نحتاجها في وصفة اخرى. هنا بصوا بقى ايه، هنا دي الكوكيز اللي استوت لطيفة جدا، عايزة اجيب لها بس كده طبق ولا حاجة وليكن هذا الطبق المعصلج اللي مش راضي يطلع، طلع الحمد لله. بصوا بقى ايه، نحط كده الكوكيز اللطيفة وفيها تفاح وقرفة، يا جماعة طعمها فظيع وريحتها اصلا تحفة وسهلة، والعجينة بتاعتها حلوة قوي يعني مش هتاخد منك اي وقت وظريفة ان شاء الله. عايزين نحطها هنا بس ايه، نجيب ده هنا كده اهو. عايزة اطلع كمان دبابيس الفراخ اللطيفة ديت، خدت لون حلو قوي وريحتها تجنن، هنقدمها برضو في هذا الطبق الظريف. هنحط فين؟ لا مش في الطبق الظريف ده، في الطبق الظريف ده هنا كده، وايه ونرص دبابيس الفراخ. جربوها يا جماعه ان شاء الله هتعجبكم، لذيذه جدا وحلوه قوي. كده اهو بس كده، نحطها بقى هناك برضو الدبابيس الظريفة. فاضل لنا بقى الجلاش، عايزة اطلعه بسرعة برضو ووريهولكوا. تعالى يا جلاش، ايه الاخبار؟ ايوه الجلاش بالبطاطس اهو يا جماعة، لطيف جدا جدا وسهل وطعمه مختلف، ومخدش مننا برضو اي وقت ولا اي حاجة، ونقدمه في هذا الطبق الظريف
طعمه حلو بقى يعني. البطاطس كريمي كده عشان احنا حاطين فيها كميه من اللبن، والسمسم بقى اللي احنا حطيناه من فوق. بصوا يا جماعه بقى بسيط قوي، سخنه جدا بس ايه انا ولا بيهمني الكلام ده. انا ركبي حديد. ايوه انا ركبي حديد كده اهو، نلزقوا في بعض شويه نفصلهم بس كده. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. واحنا بقى عملنا ايه النهارده بقى؟ عملنا ثلاث وصفات لطاف جدا، الجلاش بالبطاطس الحلو اللي انا بغرفه لكم حالا ده، بصوا جميل ازاي يا جماعه، جربوه بجد حلو قوي. حط له بقى مثلا ايه رشه كده خفيفه خالص من الشبت اللذيذ. وعملنا كمان دبابيس الفراخ المشويه، دبابيس بطريقه حلوه جدا وسهله، وتتبيلتها يعني ايه لطيفه قوي، ما خدتش اي وقت ومختلفه كده لذيذه. وعملنا كمان الكوكيز بالتفاح والقرفه، بس كده ايه انتوا عارفين بقى مش هقدر استنى كده اهو كده اهو. وعملنا الكوكيز اللطيفه السريعه بالتفاح، ويا رب تكون الوصفات عجبتكم والحلقه عجبتكم، وان شاء الله ميعادنا بكره الساعه 2. باي باي.